السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، وتحية طيبة لكل أصدقاء قناة بصمة التعليمية من حول العالم، وتحية أجمل لكل الأشخاص اللي يقوموا بعمل تطوعي في مجتمعهم لخدمة مجتمعه، مهما كان هذا العمل، من الذي ينظف في الشارع، ومن الذي ينظف في المسجد، ومن الذي ينظف في مركز الحي، ومن الذي ينظف في الأماكن العامة، ومن الشخص الذي يخدم مجتمعه، ومن الطبيب الذي يعالج بالمجان، والمهندس الذي يبني بيوت المحتاجين والأيتام بالمجان. لكل شخص يقوم بشيء يفيد به غيره من البشر أو الحيوانات أو البيئة، وجه لهم تحية خاصة. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العمل التطوعي. العمل التطوعي مهم جدا جدا للطالب الجامعي. لماذا؟ لأنه يفتح لك أبواب، يساعدك في اكتساب خبرة، يساعدك في أنك تحصل على قبول، ويساعدك في أنك تحصل على منحة، ويساعدك في أنك تفهم الحياة أكثر بعد الجانب النظري الذي درسته أغلب حياتك. فلذلك فوائد العمل التطوعي عليك كشخص لا تعد ولا تحصى، ولكن توجد فوائد إضافية وأحيانا طلبات لازم تكون عمل تطوعي في حالة قدمت على بعض الجهات. مثلا إذا تريد التقديم على كليات الطب في الدول المتقدمة مثل كندا وأمريكا وغيرها، بدون عمل تطوعي لن تقبل في هذه الجهات، لن تقبل. تخيل واحد مقدم على الجامعة بدون شهادة ثانوية، لن يقبل. نفس الحكاية للعمل التطوعي. لذلك العمل التطوعي مهم جدا للأشخاص اللي يريدوا يدرسوا تخصصات فيها جانب إنساني مثل الطب. أيضا العمل التطوعي مطلوب بشدة من الجهات التي تقدم منح دراسية. تريد تعرف أنك شخص يحب غيرك، يعمل من أجل غيرك، يخدم مجتمعه، يسعى لحياة أفضل له ولغيره. لماذا؟ لأنه هذا الشخص يستحق منحة، وهذا الشخص بعد أن يستفيد هو من تعليم عمله لن يتوقف في خدمة المجتمع، سيستمر في خدمة غيره، وستكون هناك استمرارية وفائدة لهذه المنحة. وأخيرا الكثير من الشركات العالمية المرموقة أيضا تبحث عن الأشخاص اللي عندهم عمل تطوعي، لأنه يريد يعرف أن هذا الشخص يخدم مجتمعه، أن هذا الشخص يعني يهتم بغيره، لا يريد شخص مثلا يحب نفسه فقط يعمل معهم، لأنهم فريق عمل متجانس. يريد شخص يأتي لهم ويعمل من أجل غيره أيضا في الشركة، ويعمل من أجل الشركة. طبعا أكبر دليل على ذلك ليس أن الشخص يقول ذلك في المقابلة الشخصية، لا، أكبر دليل على ذلك أن هذا الشخص يفعل هذا الشيء سابقا من خلال العمل التطوعي. الآن بعد ما وضحنا هذه الأمور، كيف تعمل في مجال العمل التطوعي؟ هل تحتاج أنك تعمل في الأمم المتحدة؟ لا، أي شيء تقوم به من أجل خدمة غيرك هو عمل تطوعي. أبسط شيء ممكن تعمل في الحي الذي أنت فيه، إذا في حديقة في هذا الحي، أنت وأصدقائك اتفقوا مثلا كل يوم جمعة نريد نذهب ننظف الحديقة لأنه يجلس فيها أناس آخرون، هذا عمل تطوعي. فبالتالي لا تحتاج شهادة، لا تحتاج خطاب توصية من أجل أن تعمل عمل تطوعي. هذا عمل تطوعي، تستطيع أن تسجل في السيرة الذاتية أنه أنا وأصدقائي عندنا فريق عمل مثلا سميتوه فريق الحدائق التطوعي، وتنظفوا الحدائق التي موجودة عندكم في الحي أو في المدينة تطوعا وخدمة للبيئة وخدمة للمجتمع. فتكتبوا في السيرة الذاتية، وتكتب متى بدأت، وتكتب متى انتهيت، وإذا ما زلت مستمر في هذا العمل التطوعي فتكتب فترة الانتهاء مفتوحة لأنك ما زلت تعمل هذا الشيء، وهذا الشيء سيقدر من جهات كثيرة. يفضل أن تأخذ كذا صورة وأن تفعل هذا الأمر في حالة احتجت أنك تثبت هذا الأمر. إذا مثلا في جهة أعجبت كثيرا بهذا الأمر يعني وأرادوا خطابه أو شيء يثبت، فأنت عندك الصورة التي تثبت أنكم فعلا تقوموا بهذا العمل التطوعي. فبالتالي لا تحتاج أنك تكون في الأمم المتحدة من أجل أن تعمل عمل تطوعي، ممكن من خلال الموجود في بيئتك ومجتمعك. يوجد ملجأ أيتام، يوجد دار مسنين، يوجد مثلا أي مكان يعني يستخدم المجتمع، ممكن تتطوع هناك بأنك تفيد وتساعد الآخرين. كما يمكنك أن تتطوع بأنك تعمل في الجمعيات الخيرية. الكثير من الجمعيات الخيرية في العالم العربي، في العالم الأفريقي، في العالم الإسلامي، في آسيا، في أوروبا، في أمريكا، قلت أوروبا مرتين، في كل القارات الجمعيات دائما تستقبل متطوعين، لأن الكثير من الجمعيات مواردها قليلة. فكل ما تحتاج تفعله دليل الهاتف أو في الإنترنت. أنت مثلا في مدينة طنجة، الجمعيات الموجودة في طنجة انتر. انت مثلا في مدينة الدمام، الجمعيات الموجودة في الدمام انتر. انت في الخرطوم، الجمعيات من خلال جوجل فتجد قائمة بالجمعيات الموجودة هنا، اتصل عليهم، انا فلان الفلاني موجود في الخرطوم، شفت الجمعية حقكم، حابة اتطوع معكم في اي حاجة تحتاجون اساعد فيها، انا مستعد اعمل اي حاجة. نفس الحكاية الجهات المختلفة والمدن المختلفة، ستجد في النهاية
من سيقوم بالموافقة، وهذا أمر لن يكون صعب، أنا واثق منه كشخص بفضل الله عليه تطوعت كثيرا سابقا في العديد من الجمعيات الخيرية العديد الحمد لله. فهذا الشخص هذا الشيء موفر وميسر، كل ما عليك فعله أنك ترفع سماعة الهاتف وتسأل تلك الجهات وستجدها تعطيك منها. الآن الميزة أنك تعمل تطوع في الجهات هذه مثل الجمعيات وغيرها عن أنك تعملها بشكل فردي، أنه سهل أنه يكون عندك إثبات أنك عملت عمل تطوعي، تستطيع تأخذ خطاب توصية من هذه الجهات، تستطيع تأخذ تكريم، وبالتالي هذا سيفيدك، ستستطيع أنك تأخذ على الأقل يعني شهادة خبرة أنك عملت مع هذه الجهات. وأخيرا طبعا ممكن تتطوع في الجهات العالمية المختلفة زي اليونسكو والأمم المتحدة وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا هذه التطوعات الكبيرة طبعا تفتح لك أبواب وتفتح لك علاقات واسعة وغيرها. يفضل لمن يريد التطوع في هذه الجهات أنه يجيد أيضا اللغات وعنده مهارات وغيرها من الأمور، هذه ستساعدك في الحصول عليه. ولكن صدقوا لا تحتاج أن تطوع في اليونسكو أو في جمعيات حقوق الإنسان العالمية وغيرها، ابدأ بالحي، ابدأ بالمجتمع حقك واحتسب هذا الأجر عند الله. قول يعني احتسب أنك تريد تتطوع، أنك تريد تخدم المجتمع، وأيضا تريد أن تستفيد أنت من نفسك بأنك تعمل عمل تطوعي يفيدك في المستقبل. إن شاء الله النية لن تتعارض بإذن الله، بإمكانك أنك تنوي ذلك، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيفتح لك أبواب وسيعينك على أنك تساعد مجتمعك، وبالتالي ستكون اجتزت مشكلة العمل التطوع التي تواجه الكثير منكم من أجل أن تحصلوا على منحة. وأيضا عندما تقدم على الجامعات العالمية تجد في خانة أدخل العمل التطوع الذي عملته وتورط يعني. فأتمنى إن شاء الله الفيديو فاتكم، أشوفكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.